خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر قرار امبارح بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة. كمان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2023 اللي تلقت حوالي 1,046,000 شكوى وطلب وبلاغ واستفسار بنسبة زيادة تصل إلى 15% مقارنة بعام 2022. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وده بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية خلال عام 2023 الماضي، وده من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن عام 2023 شهد إقبال من المواطنين لتسجيل الشكاوى والطلبات والبلاغات والاستفسارات المرتبطة بمختلف الخدمات الحكومية المتنوعة عبر المنظومة، وحيث تلقت المنظومة عملت خلال العام مع 1.46 مليون شكوى وطلب وبلاغ واستفسار بنسبة زيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2022 موزعة على مختلف القطاعات والخدمات، لافتاً إلى حرص جميع الجهات الحكومية على التفاعل بجدية لجميع ما ورد من المواطنين عبر قنوات التواصل العصرية اللي نجحت المنظومة في إتاحتها ليهم. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى جراند شابس وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وأيضاً علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة اللي بتجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية، وده للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهام اللي بتوكل إليها. وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية اللي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها لتكون في أعلى درجات الاستعداد القتالي، أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفى للاطمئنان على جاهزيتها. نروح مع حضراتكم لجولة خارج القاهرة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة سوهاج. تم تسليم حوالي 2798 كارت تكافل وكرامة للمستحقين ضمن مبادرة الأسر الأولى بالرعاية. في اسكندرية تم إضافة 5 حضانات جديدة بمستشفى دار إسماعيل للولادة. خلينا بقى نروح الصعيد. في المنيا تم غلق كوبري الملك فاروق لمدة 3 أسابيع لأعمال الصيانة، وفي الفيوم تم تحصين أكثر من 5600 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية. خلينا نتابع تفاصيل إيه اللي بيحصل في المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في سوهاج شهدت المحافظة قيام مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع 2798 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة بمراكز طما وطهطا وجهينة ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية اللي بتهدف لوصول الدعم للمستحقين وجاري الانتهاء من باقي التظلمات الخاصة بالمواطنين.
في المنوفية شهدت المحافظة تسليم الدفعة الثالثة من الأجهزة الكهربائية اللي بتضم ثلاجة وبوتاجاز وغسالة ل 22 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً لمساعدتهم على إتمام زواجهم ضمن المبادرة الوطنية إيد بإيد بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقاً على مستوى الجمهورية. في الإسكندرية أعلنت مديرية الشؤون الصحية إضافة 5 حضانات جديدة لوحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى دار إسماعيل للولادة، مما هيسهم في تلبية الاحتياج للحضانات وتقليل وقت الانتظار على مستوى المحافظة. في المنيا تم الإعلان عن إغلاق كوبري الملك فاروق الكوبري العالي بمدينة المنيا لمدة 3 أسابيع تبدأ من اليوم الجمعة، وده للقيام بأعمال صيانة ضرورية بالكوبري. كما تم الإعلان عن طريق بديل طوال فترة الإغلاق، وهو كوبري محمد بدوي من غرب الإبراهيمية إلى داخل المدينة، وده بتغيير اتجاه الكوبري. في الفيوم شهدت المحافظة انطلاق قافلة طبية بيطرية موسعة استمرت لمدة 6 أيام، وتمكنت من إجراء 32 عملية جراحية لبعض الماشية، فضلاً عن تحصين نحو 5608 حالة لدى 3112 من المزارعين وصغار المربين بمختلف أرجاء المحافظة. في الأليوبية أكد جهاز مدينة العبور أن مشروع إنشاء مستشفى العبور العام بقدرة استيعابية 189 سرير سيضاف لمنظومة الصحة بالمدينة، وبترجع أهميته لأنه بيخدم مدينة العبور اللي بتعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية والمدن المجاورة لها، وتجاوزت نسبة الإنجاز في الإنشاء 75%، وهيتم إنجاز الأعمال المتبقية للانتهاء من كافة الأعمال وفق البرنامج الزمني للتنفيذ، وده لتقديم خدمة طبية متميزة.